صباح الخير يا جماعة. المرة الماضية حكينا على إذا مذكرين على الـ Presentation of Rainfall Data. حكينا إنه there are two ways to present the data. يعني لما الداتا تيجي لعندك في possibility إنه there are two ways. واحدة اللي هي الـ Cumulative Depth. Cumulative Depth معناته عم نحكي عن علاقة ما بين التايم مع الكوميوليتيف ديبث. الطريقة الثانية واللي قلنا انه بجوز بدها نستخدمها اكثر اللي هي الهيتوغراف. الهيتوغراف عبارة عن بار شارت ريليشن بتوين التايم مع الانتنسيتي. وحكينا انه وي كان ديرايف الكوميوليتيف ديبث فروم الهيتوغراف وفايس فيرسا. وي كان ديرايف الهيتوغراف فروم الرينفول او الكوميوليتيف ديبث. وكنا وقفنا هون على هذا الاكزامبل مش هيك؟ يعني هذا اكزامبل لا هيتوغراف فور ا ستورم ذات هاز ا ديوريشن اوف 56 hours مش هيك؟ ديبث 10 سنتيمتر هايست انتنسيتي 0.4 سنتيمتر بير اور. معناته فور اكزامبل فور ذا فيرست 8 hours توتال ديبث بأول 8 ساعات التوتال ديبث بأول 8 ساعات عبارة عن 0.3 تايمز 8 2.4 سنتيمتر. هاي اكزامبل على الماس كيرف تمام اللي هي الطريقة الثانية. نقدر نحكي ملاحظات مثلا between 16 hour and 20 hour في رينفول. قديش التوتال رينفول at the beginning عند الساعة 16 بجوز 26 مليمتر مش هيك؟ وعند الساعة 20 كمان 26 مزبوط؟ لأنه حكينا احنا الانتنسيتي هي السلوب للكوميوليتيف رينفول ولا لا شباب؟ هي السلوب للكوميوليتيف رينفول. وكل ما كان السلوب أكبر كل ما كانت الانتنسيتي أكبر. يعني between 8 and 12 at 8 كان الكوميوليتيف رينفول 6 ولا لا صح؟ و at 12 الكوميوليتيف رينفول 18. معناته قديش الرينفول اللي نزل بهدول الأربع ساعات؟ 12 مش هيك؟ اللي هي 18 minus 6 معناته 12 divide by 4 معناته عم نحكي عن 3 مليمتر بير اور انتنسيتي مش هيك؟ واضحه شباب؟ طيب هذا الهيتوغراف فور ذا سيم كوميوليتيف رينفول. مشان هيك اذا طلعت بين 12 and 16 3 مليمتر بير اور. بس بجوز بين 16 and 20 زيرو. هات نشوف اذا زيرو between 16 بجوز هذه معمولها 16 20 زيرو رينفول تمام. نفس الاشي بجوز وين الهايست رينفول او عفوا الهايست انتنسيتي بجوز هذا السلوب زي ما شفنا مش هيك؟ اعلى سلوب. واضحة شباب؟ إذن we can derive the hyetograph from the mass curve rainfall and we can derive the mass curve rainfall from the hyetograph. لازم يكون عارفين كيف منا نحول هاي لهاي والعكس صحيح. تمام؟ أوكي. All what we talked about لليوم we talked about point rainfall. We talked about the station. شيء data of a station group of stations. بس when we do hydrologic analysis we have to talk about a watershed or a catchment. مزبوط. يبقى السؤال الآن اللي بدنا نجاوب عليه اليوم how to convert point precipitations to represent a catchment. تمام. فإحنا point rainfall refers to the rainfall data of a station.
احنا لليوم عم نتعامل مع ستيشن مش هيك، بس بجوز بكره لما بدنا نعمل هيدولوجيك اناليسيز احنا ما بنعمل هيدولوجيك اناليسيز لبوينت، بنعمل هيدولوجيك اناليسيز لمنطق. داتا كان بي ليستد، داتا فور وان ستيشن ممكن تكون ديلي، وايش معنى ديلي؟ شو يعني يومي؟ يعني كل يوم له قراءة مش هيك؟ طب إذا الداتا اللي عندك أو إذا الجهاز اللي عندك بقيس كل ساعة؟ 24 ساعة مظبوط؟ معناته بجوز أجمع ال 24 ساعة مشان أطلع التوتال ديلي رينفول مش هيك؟ إذا بدي أفريج بصير اسمه أفريج أورلي ولا لا؟ صح؟ معناته الأفريج لساعة، بس الداتا كود بي ويك للداتا، معناته each week has one value، monthly data، seasonal، for agricultural people، sometimes they need data for per season، اللي زارع بندورة أو خيار بيجوز معني بالتبخر أو بالنتح من النبات بالseason per 2 months، أو ممكن annual data. annual data معناته عم نحكي عن one point per year. تمام؟ لما نقول annual average rainfall for Nablus 650 هذا annual data. graphically these data are represented as plots of magnitude versus time in the form of a bar diagram. مش هيك؟ يعني لما نرسم هاي الداتا يعني it could be presented in this way. هاي data monthly ولا annual؟ monthly data. معناته for each month there is a value. لو بدي total annual بجوز نعمل summation لهاي الداتا. summation لهاي الداتا شباب. بس كمان مرة احنا بدنا نحكي على منطقة، بدنا نحكي على كاتشمنت، بدنا نحكي على بيزن. فإذا في عنا إذا في عنا منطقة معينة وهي المنطقة فيها مجموعة من المحطات أو متوفر جروب أوف stations 5 stations each station has its own data يعني على اذا بنحكي على annual average data each station has its own annual average value بس احنا الاناليسيز بدنا نعملها للكاتشمنت which data to choose how to convert point precipitation to area precipitation how to convert point precipitation to area precipitation يلا شباب شو نعمل نعمل contributory area ايش يعني contributory area يعني كأنه زميلك بيقول خلينا نشوف كل محطة شو بتمثل من الاريا صح؟ طب وكيف بدي اعرف كل محطة شو بتمثل من الاريا؟ بجوز ما فيش طريقة معينة يعني زميلنا بقول بجوز من العوامل المهمة اللي هي اللوكيشن يعني والله هاي اللي بنص الكاتشمنت بجوز بتمثل اريا اكبر من هاي وبجوز هاي لانها اقرب على الكاتشمنت بتمثل اريا اكتر من هاي بس ولا بجوز في عامل تاني مثل ايش لان قصدك التوبوغرافي مش هيك صديقي تمام صح بجوز في كمان مجموعة عوامل تاني بس بجوز هدول المين مظبوط اذا مشان نحول من point precipitation لا aerial precipitation بجوز لازم نلاقي لنا طريقة to consider
هدول التنتين صح. بس اضعف الايمان، اضعف الايمان في ناس ممكن يقول لا انا بدي استخدم الاريثمتيك افريج او اريثمتيك مين. ايش يعني اريثمتيك مين؟ يعني زميلنا بقول البي افريج بتساوي equals 1 over n summation pi i from 1 to n. وانتم مش مقتنعين انه هذا صح. صح، لانه زي ما تفضلتوا بجوز هاي المحطه بتمثل جزء اكبر من الاريا. انا لما بعمل هيك معناته كل محطه نفس لها نفس الويت ولا لا شباب؟ مقدار واحد على ان. يعني اذا عندي اربع محطات معناته كل محطه 25% من القيمه تبعتها بدها تشارك بالافريج صح. فانتم مش مقتنعين لانه بتقولوا لي في شيء له علاقه باللوكيشن يا عمي، كل ما ابعدت المحطه بجوز نسبه ما تمثله من الاريا يكون اقل. مش هيك؟ عشان هيك كانكم عم بتقولوا دكتور لا خلينا نعمل ويتد افريج او ويتد مين ولا لا شباب؟ صح. طب شو معنى ويتد مين؟ معناته زي ما تفضل زميلنا في البدايه قال بدنا نشوف هالكونتريبيوتر اريا، كل اريا او كل محطه قديش نسبتها من الكاجت او من الاريا اللي عم بدرسها صح. وفي طريقتين عملوا فيهم الويتد مين، لانه احنا لسه السؤال قائم. طب كيف بدي اعرف قديش كل محطه ريبريزنتس من الكاتشمنت؟ شيء ففي عندنا طريقتين شباب، واحده بسموها ثيزن بوليجون والطريقه الثانيه اللي هي الايسو هيتل ماب. في عندنا طريقتين، طريقه اسمها ثيزن بوليجون، الطريقه الثانيه الايسو هيتل ماب. بس التنتين القانون تبعهم اللي بجوز انتم انه الافرج بريسبيتيشن ايكوالز تو ايش؟ يلا ما دام عم نحكي عن كونتريبيوتوري اريا صديقي، افرج بريسبيتيشن انا بقول معناته بدها تساوي سميشن بي اي. ايوه بي اي على مجموع بي اي مش هيك؟ على مجموع اي اي. وبتم السؤال هاو تو فايند الاي اي لكل ستيشن. بس اذا وجدت الاي اي فور ايتش ستيشن ريجاردلس ام يوزينج ثيزن بوليجون ولا الايزو هيتل ماب تمام، اي واحده منهم بطبق هذا القانون فبلا بوجد الافريج او الاريال بريسبيتيشن. عفوا. اذا لما كنا نحكي، اذا بدنا نحكي على المين رينفول اوفر ان اريا زي كاتشمنت مثلا، to obtain the average value over a catchment from the point rainfall في عنا اكثر من طريقه زي ما حكينا. اول وحده انه بقدر اعمل arithmetic mean summation على النمبر، ممكن نستخدم thiesen polygon method وممكن نستخدم الايزوهيتال ميثود. arithmetic mean زي ما فضلتوا شباب مجموع summation على العدد. بس كمان مرة هذه ما أقنعتكم كتير لأنه بجوز يكون a certain station represents more area than the other station in the catchment. عشان هيك قلت بجوز بدنا نفكر ب weighted average تمام. أول واحدة اللي هي thiesen polygon. thiesen polygon it's a graphical solution graphical solution it considers only one من التو بارامترز اللي تفضلتوا فيهم يعني واحد حكى لوكيشن والثاني حكى توبوغرافي مش هيك؟
هذه بجوز it considers only قديش هالمحطة close للستيشن، بمعنى it considers location. تمام؟ الطريقة شباب بكل بساطة، افرض في هنا عنا هدول الست محطات، لأنه في محطة مسميها زيرو. تمام؟ الطريقة عبارة عن بكل بساطة زي ما حكينا it's a graphical solution. We have to do three steps. Step one, we connect all the stations with the adjacent stations. بس أضمن إنه ما يصير في تقاطع، بمعنى باجع هاي الستيشن بروح وصلها مع مين؟ وصل بين هاي وهاي، هاي الستيشن وهاي الستيشن. We do the same for all stations. تمام؟ إذن step one, we connect all stations together زي شبكة مش. step two نرسم vertical lines من مراكز هاي الخطوط، من منتصف هذه الخطوط. يعني هذا الخط، هاي نقطة المنتصف، بعمل عمود على هذا الخط، بعمل نفس الشيء لكل من شيء من قيم عمود على منتصفات هاي الأضلاع. واضحة شباب؟ هاي step 2. هدول الأعمدة لاحظ إنها راح تتقاطع مع بعض ولا لا؟ صح، هدول الأعمدة راح يتقاطعوا مع بعض، ولما يتقاطعوا مع بعض شو راح يعملوا؟ راح يشكلوا polygons، راح يشكلوا مضلعات. تمام؟ هاي المضلعات راح تحجز جزء من الاريا مع كل ستيشن. هاي المضلعات راح تحجز جزء من الاريا مع كل ستيشن، مع هاي الستيشن. تمام؟ هاي اللي هون شباب، طلع حبايبي، صح؟ فهي حجزت جزء من الاريا مع هاي الستيشن ولا لا؟ تمام؟ هاي اذا بكمل الاعمدة هون، في عمود هون، هدول رح يعملوا بوليجون يحجز جزء من الاريا for this station. واضحة؟ مش كتير. اوكي. كمان مرة. اذا في عندنا كاتشمنت، اوكي، وفي جروب اوف ستيشنز بهذه الكاتشمنت، خلينا 5 ستيشنز. تمام؟ ستيب 1 وي كونكت all adjacent stations together، بس بأضمن إنه ما يصيرش تقاطعات، بمعنى بدي أوصل كل station، بدي أوصل كل station station 1 station 2 station 3 station 4 station 5 for example. اوكي، بدي اوصل كل ستيشن مع الادجيسنت ستيشنز بشرط ما يصير تقاطع، يعني زي كان بدي اعمل زي شبكه، زي مش بوصل هاي مع هاي، هاي مع هاي، بجوز هاي مع هاي. تمام؟ نفس الشيء، we do the same for all stations. step 2 step 2
نرسم أعمدة من منتصفات هاي الأضلاع. نرسم أعمدة من منتصفات هاي الأضلاع. هاي منتصف هاي الضلع، هاي المنتصف، برسم عمود من هون. نفس الشيء لكل for all for all lines. هذه الأعمدة راح تتقاطع مع بعض ولا لا شباب؟ زي ما انت شايف هي، تمام؟ يعني هذا اذا مدينا هيك الخط هذا راح يتشكل عندنا مضلعات، راح يتشكل عندنا مضلعات polygons. هاي المضلعات راح تحجز لكل ستيشن جزء من الاريا ولا لا؟ اذا طلعنا، اذا هذا الخط مديناه هيك وهذا الخط مديناه راح يتشكل عندي، راح يتشكل عندي مضلع شباب هيو ولا لا؟ صح. هذا المضلع شو عمل؟ حجز جزء من هاي الاريا لمين؟ لهاي الستيشن. هذا المضلع لهاي الستيشن. هذا اذا كملنا هون كمان حجز جزء من هاي الاريا لهذا الستيشن. The same thing بجوز لهاي الستيشن. ولاحظ انه اللي بالنص اللي موجوده within the catchment اخذت اريا اكبر، تمام؟ فكانه الثيزن بوليجون اونلي كونسيدرز لوكيشن. It could be the case، it could be the case انه هذه الستيشن محطوطة على وين؟ على نقطة بجوز عالية بالكاتشمنت، بحيث انها does not represent حقيقة كل هاي الكاتشمنت، بس thesis polygon only considers a location. لاحظ شباب، لو هاي الستيشن كانت ابعد، لو هاي الستيشن كانت ابعد، لو هاي الستيشن كانت ابعد، مزبوط، معناته هذا الخط هيك ولا لا؟ والمنتصف هون ولا لا؟ صح. ولما والعمود هذا صار هون بدل هون، صح، فصارت المساحة ايش؟ اقل. The same thing here. هاي step one اللي حكينا عنها، انه بوصل بين كل الستيشنز. بعدين ايش عمل؟ عمل اعمدة على هذه النقاط، وهذه الاعمدة لما تقاطعت، هاي الاعمدة لما تقاطعت شو عملت؟ حجزت جزء من الاريا للستيشن. واضحة؟ الافرج بريسبيتيشن في هيك حاله شو بده يصير شباب؟ طبعا عم بورجيك اكثر من يعني اكزامبلز. تشوف هنا في عندك مجموعه كبيره من الستيشنز، بس كمان ات از ستيل دوبل. اذا عندنا ثلاث ستيشنز، ستيب 1 انه وصل بينهم، ستيب 2 عمل اعمده ولا لا؟ صح. ستيب 3 كل هاي الأعمدة شو عملت؟ قسمت الاريا ل 3 areas each represent a certain station. ايش الافرج بريسبيتيشن؟ summation AI PI divided by summation AI. واضحة شباب؟ واضحة. بس بجوز هلا question remains، طيب where is the topography and all other factors. يعني if we are using these in polygon بجوز still في عندك تخوف انه لا مش مزبوط. يعني if we talk about the station عند الصيرفي كجزء من وادي الفارعة، بجوز it does not represent much of وادي الفارعة which is وهي very close.
ولا لا؟ أو إذا بنحكي عن وادي البادان مثلا. واضح شباب؟ طيب مشان هيك من ال... طبعا يعني هاي هون ورجاك اكزامبل شباب. يعني 6 ستيشنز وعمل عمل لهم ثيزم بوليجون. each station لها اريا A1 A2 A3 up to A6 صح. معناته الويت فاكتور عباره عن A1 divided by total area. تمام. احنا اللي بدنا نعمله انه نضرب ال precipitation of station 1 times A1 precipitation of station 2 times A2 نقسم على التوتال اريا. واضحه؟ اوكي. يعني كمان another example. عندنا 4 stations in a basin. هذا وادي. This is a وادي. هذا الوادي له basin له catchment زي ما عرفناه. تمام. The area that contributes أو its water contributes لوين؟ له الوادي. تمام. ومسمي هذه سميناها outflow إذا متذكرين. أو outlet صح؟ أو في 4 stations. هدول gauging stations. هاي ثيزم بوليجون شباب وصل بين كل الستيشنز. عمل أعمدة. واضحة؟ تمام. هلا هدول الأعمدة كل لاحظ هذا العمود مع هذا العمود شباب حصروا هاي المنطقة ولا لا؟ صح. عمود حصروا هاي المنطقة معناته هاي المنطقة هي A3 اللي هي for station S3. نفس الشيء للأربعة stations. وفيها كمان يعني موجود أكثر من example. إذا بنطلع عليهم يعني بتقدروا تطلعوا عليهم في البيت مع بعض. بس نفس الفكرة شباب. هاي الأريا تمام. الأريا ضربها أو أوجد الريشيو بين الأريا والتوتال أريا كأنه وجد الويت للستيشن. لاحظ إنه يعني بجوز في شوية تقارب بينهم وضرب كل بريسبيتيشن بالأريا لإله. لاحظ إنه أول ستيشن كأنه ما إلهاش كونتريبيوتر أريا. It's far enough بحيث ما طلع لها كونتريبيوتر أريا أو ما طلع لها ويت. فطلع معاه المين annual rainfall 121 سنتيمتر. واضح. الطريقة الثانية اللي بنعتبرها أفضل بجوز more accurate if we have enough stations. إيش بنسميه isohedral map. الكونتور ماب عبارة عن إيش؟ الكونتور ماب إيش هي؟ تساوي الاليفيشنز. يعني انا لما بقول عندي على كونتور ماب لاين 500 معناته هذا اللاين each point on this line has an elevation 500. تمام. والايزوهيتال ماب ذا سيم كونسبت بت فور ايش؟ رينفول. معناته لما بقول لاين 500 على ايزوهيتال ماب معناته الافريج انيوال رينفول على كل نقطه على هذا الخط عباره عن إلها average annual rainfall 500. An isohedral is a line joining points of equal rainfall magnitude. تمام. إذا عم نحكي عن خطوط تساوي rainfall. The area between two adjacent isohedrals. Line 500 or line 520. The area in between are then determined with a planimeter. Or if you know GIS or AutoCAD, you can even do faster. بس البلانوميتر اللي استخدمناه في المساحة إذا متذكرين. تمام. بقدر أحدد هاي الأريا. طيب.
If the ice sheets go out of the catchment boundary is used as the bounding line. يعني إذا في عندنا خط جاي برا الكاتشمنت إحنا بدنا لعند الكاتشمنت. The average value of rainfall indicated by two isoheats, يعني 500 and 520. I can claim إنه the average rainfall لهذه ال area between line 500 و 520 is 510. ولا لا؟ طيب نشوف. إذا هاي example على isoheat map. ايزوهيت المان هذا الخط شو بيمثل؟ هذا خط بيمثل rainfall 6 معناته each point on this line has a rainfall value of 6 هذا خط 8 هذا خط 10 لاحظ بجوز في منطقة هون 12 صح؟ كأنه دخل التوبوغرافي تمام وبجوز كمان عوامل تانية بس امتى هادي بوسيبل امتى هادي بوسيبل استخدمها امتى بقدر فور اكزامبل ارسم ايزوهيتال ماب لفلسطين عشان تقدر ترسم ايزوهيتال ماب لفلسطين انت مع لازم يكون عندك ايش احسنت عدد كافي من الستيشنز صح ليش لانه انا كيف برسمها هاي الايزوهيتال ماب انا عندي بوينت ستيشنز صح شباب وانتربوليشن لاحظ هاي كاينه 7.2 وهذه 7 وهاي 9.1 معناته هو قايل الظاهر بين 7.2 و 9.1 والله خط التمانية somewhere هون واضح فاذا كان في عندي منشان اعمل ايزوهيتال ماب عشان اعمل ايزوهيتال ماب الاصل شو في عندنا شباب الاصل في عندي عدد كافي من الستيشنز ولا لا صح عندي عدد كافي من الستيشنز مشان اجي اقول اذا هذه 9.2 وهذه 7.8 والله معناته خط الثمانية somewhere هون اذا هذه 8.1 معناته بجوز بيجي فوقها بشوي each country بيكون في إلها ايزوهيتال ماب زي ما في إلنا لفلسطين في ايزوهيتال ماب بتورجي ايش الانيوال رينفول او الافريج انيوال رينفول لوين لكل فلسطين تمام واللي لو واحد سالك اليوم كيف تتخيلها الايزوهيتال ماب لفلسطين كيف خطوطها من الشمال ولا من الشرق للغرب يلا يا شرق للغرب يعني بتيجي من عند البحر لعند نهر الاردن بتقول هذا خط الستمية معقول ولا من الشمال للجنوب بجوز انا بتخيل بجوز اذا بنطلع على فلسطين بجوز الخطوط تكون هيك ولا لا يعني اذا طلعت على خط مارر بين نابلس طول كرم نابلس رام الله القدس بجوز تقول هذا خط السبعمية او خط التمنمية بس اذا اخذت شرق جنين مع طوباس مع بجوز المرتفعات الشرقية بجوز يبدأ ينزل الرينفول ولا لا صح يعني بجوز عند نهر الأردن تشوف خط المية أو بجوز خط المية وخمسين صح وبجوز الخطوط تحت عند الصحراء ترجع إيش تعمل بعضها ما يكملش بجوز خط المية والميتين اللي ينزل جهات غزة ولا لا شباب صح لأنه الأيزوهيت الماب كمان مرة عم نحكي الأيزوهيت لاين هو الخط تساوي الرينفو واضح واضح شباب تمام طب كيف بدنا نحسب كيف بدنا نحسب ال كيف بدنا نحسب الافرج بريسبيتيشن احنا هذا خط
6 مليمتر مثلا وهذا لاين 8 مليمتر، معناته الاريا الاريا بتوين the two lines I can assume انه الها rainfall equal الافريج لهدول التو لاينز. مشان هيك شو جيت عملت؟ قلت P1 plus P2 ضربتها بالاريا A1. نفس الاشي بكرره ل بغض النظر in general، يعني if we assume this is A1 إذا هذه P1 إذا هاي P1 تمام وهاي P2 معناته اللي بيناتهم هي A1. واضح شباب؟ تمام؟ وبجوز إذا بتسأل عن هاي بقدر هاي A1 عفوا هاي P1 وهاي P2 تمام؟ وهاي الاريا اللي بيناتهم، بس ما باخذ كل الاريا، باخذ الاريا اللي جزء الكاتشمنت. ونفس الاشي صح؟ لاحظ بجوز هاي تاخذها لحالها. شباب المهم الكونسبت صح؟ انا هذه اذا متاكد انه كلها 12 معناته الاصل اخذها 12 في الاريا هذه. مش هيك؟ وبجوز هذه اللي اخذها الباقي اخذه الاريا في 11 اللي هي 10 بجوز و12. تمام حسب هالرسم اللي موجود عندك. طيب بس نتطلع على اسف نفس الفكره شباب يعني هي example for the same figure يعني between 4 and 6 between 4 and 6 قال لي it's 20 كيلومتر سكوير 8 to 6 لاحظ اكبر مش هيك 180 كيلومتر سكوير. هذا الجدول بقدر اطلع منه الافرج بريسبيتيشن. شباب الاصل اقول 30 او عفوا 20 مضروبه في 5. من وين اجت الخمسه؟ 4 بلس 6 ديفايدد باي 2 بلس 180 تايمز 7 بلس 80 تايمز 9. الاريا من اربع عفوا وين هي توك هذه ال 20 كيلومتر سكوير وينها شباب؟ بس اللي within the catchment ولا لا؟ واضحه شباب؟ حبايبي لاحظ هاي كيف عملها زي ما تفضلتوا ال 140 بده يضربها ب 11 بس في ال 30 ظاهر هاي الاريا الصغيره عباره عن 30 كيلومتر مربع تمام وبالتالي ضربها بده يضربها شو سماها ستيشن 12 واضح افريج بريسبيتيشن زي ما حكيت 12 11 9 7 5 هاي الاريا ضربهم ببعض او عفوا بجوز لا الفراكشن او الاريا فراكشن بجوز مش ضروري بجوز انت حابب راسا تضرب هاي بهاي صح وتطلع توتلز وبعديها تقسم على التوتل اريا زي ما بريحك بس بالاخير طالع مع الجواب 8.8 سنتيمتر واضحه شباب كمان مره بس ملاحظه اخيره انه هاي هاي عم نحكي عن ايش عم نحكي عن ايزوهيتال ماب الاصل انها موجوده انت بتروح بتجيب الايزوهيتال ماب فور يور كونتري مثلا وبتاخد الكاتشمنت اللي انت عم تدرسها وبتشوف شو على كم خط اللي مارر فيها بجوز كل الكاتشمنت اللي عم تدرسها ما يكونش فيها خط او خطين او ثلاثه يعني انا اذا بدي ادرس مثلا منطقه وادي التفاح فور اكزامبل من نابلس لعند دير شرف بجوز ما الاقيش الا خط او خطين ولا لا لانه بجوز بنحكي اذا بنروح على منطقه زي صحراء النقب بجوز لو اخذ 100 كيلومتر مربع او 200 كيلومتر مربع يكونوا كلهم ايش خط واحد نفس almost نفس الافريج اني وان رينفول واضحه طيب بس مشان نذكر حالنا قبل ما هيك احنا شو عملنا اليوم خلينا نراجع من اول ما بدينا احنا اول اشي اطلعنا على الداتا مش هيك
وشفنا وبلشنا نحكي في point precipitation. شفنا how we measure precipitation. بعدين قلنا before we use this data we have to make sure that it's of a good quality. ففي two potential problems I have to solve before using the data. One, missing data. شفنا كيف بدنا نعمل missing data. اثنين, بدي أجاب على سؤال, is the data of station A consistent؟ فشفنا كيف منشيك على الconsistency. تأكدنا من الconsistency. شفنا كيف بدنا نعمل representation للداتا. في عنا إما cumulative depth أو هيتوغراف. واتفقنا بين بعض انه الهيتوغراف بجوز هو الفورم اللي بناسبنا اكتر للهيدرولوجيك اناليسيس. بعديها قلنا بس هذا الحكي كلياته for point precipitation. اليوم شفنا how can I convert a set of point precipitations ل aerial precipitation. فالرقم اللي طلع معانا هون هذا ال 8.8. شباب هذا بيمثل مين؟ بيمثل كل هاي. احسنت, يعني كأني عم بقول صديقي إنه all this area has a uniform depth of 8.8 سنتيمتر. تمام. إذا مش مقتنع بكرة بتشتغل بشغلة مش مقتنع إنه في high variation, تمام, فبصفي بجوز بدنا نشتغل بعديها بالهيدرولوجي إنه نضطر نقسم الأريا لإيش؟ لصب areas. تمام. اذا شايف انه الفاريشن عالي, بس اللي عم نحكيه اليوم انه انت اخذت هاي الكاتشمنت, حولت البوينت بريسبيتيشنز سواء باستخدام الاريثمتيك او الايزوهيتال او الثيزن بوليجون لايش؟ ليونيفورم ديبث, لاريال بريسبيتيشن. ال 8.8 مين بتمثل؟ ال 8.8 بتمثل كل الكاتشمنت. What does it mean? It means انه I have an 8.8 سنتيمتر of rainfall when over the whole catchment. يعني لو بدي احسب الفوليوم اوف رينفول هلا صرت بقدر صف الفوليوم اوف رينفول شو بيساوي؟ الافرج ديبث تايمز التوتال اريا رينفول ريت ديوريشن تايم ديوريشن اوف ذا ستورم صح الديبث واللي هو عباره عن بجوز سميشن of intensity times the duration أو integration of intensity over time. مش قلنا إنه the cumulative depth هو the slope, ما هو العكس التكامل. بس حكينا قلنا في كلمة رابعة بدنا نحكي فيها قبل ما نترك هالإنبوت هذا مشان نفهمه أكثر. Each storm has an intensity ولا لا, وhas a duration وhas a depth but also has a frequency. واحنا for design purposes as engineers we have to consider the probability of a certain event. عشان هيك بندرس statistics. تمام. بكرة احد الاسئلة بدنا نجاوب عليها, if you want to design a hydraulic structure you have to answer the question with what return period, at what frequency. فالحصة الجاي مننا نحكي على نبدأ شوي ومنكمل بعدها بشابتر 7, بس مننا نبدأ شوي على ناخد الكونسبت تبع الفريكوانسي. الفريكوانسي معرفها هون بـ the average length of time needed for at least one precipitation event to return. كلمة return مننا نستخدمها with an intensity equals or exceeds a specific maximum value. إذن لما منقول what is the frequency of this storm, كأننا عم نقول إيش الزمن, what is the time needed for this storm to occur or to be exceeded. تمام. طب ليه منقول to occur or to be exceeded؟ لا, لانه احنا عم نحكي عن, وهذا رح نحكي فيه المرة الجاية, عم نحكي شباب عن continuous distribution function اذا متذكرين بالاحصاء, ما عم نحكي عن
discrete function. تمام؟ متذكرين normal distribution؟ normal distribution ولا مرة never he asked you what is the probability of x equal كذا. معظم أسئلة النورمال ديستريبيوشن كنت تعامل معهم قبل كان يقول لك إيش الأريا between between this value and this value أو under this value. متذكرين الزد اللي كنت تروح تلاقوها من الجداول كنت تلاقي أريا شباب بس مو مرة كنت تلاقي إيش probability of a given value. ماشي نحكي فيهم المرة الجاية. يعطيكم العافية.